عليك مؤثرة والله الحقيقة. الله يرضى عليك الدقيق والله. محتاجين والله للتسامح والصفح والله محتاجين. يعني أنا أعرف واحد بعد 25 سنة توفخه جيبكه على قبره، يقول يا ليتني اللي حقت عليه قبل ما يموت بس يسامحني. الله الله. إذن الآن توقف أعمالهم لأن حتى يوم القيامة الله يفصل بينهم. صحيح. وش تسوى؟ صلاة معلقة. كل أعمالك كلها، تخيل في العشر ذي اجتهد في أمور كثيرة ولكن ما يرفع له ولا عمل. تخيل أنه جاء من الملك الله يحفظه شارها لجميع الشعب إلا فلان، يصير حسرة عنده حسرة ولا ما عنده حسرة؟ طبعاً. تخيل الله يغفر لهم كلهم إلا اثنين متخاصمين. الله. وش تسوى أن الواحد أنه؟ فوالله حقيقة أتمنى جميع من في قلب الشين على أخوه المسلم يترك لله سبحانه وتعالى والله عز وجل يعوضه. حتى لو أنه هو ما رضى عليك أنت من عندك أنت بادر، بس أبد بادر أنت والله قادر يسامحه. يعني فيه بادرة حقيقة طيبة أن الواحد مثلا في الوقف يجعل سهم باسم أخوه ذا اللي في قلبه على الشيء، يجعله كهدية له ويرسل صح له. صحيح. صدقني اللي تنزل شيء كبير من أي والله مما كان فيه. واحد يقول لي، يقول أنا كنت مريض، يقول فوده يقول بالي وبين أخوي أو بين ابن عمه يقول خصومه حتى وصلت إلى درجة القتل، إذا شافني ذبحت وإذا شاف أي واحد من يشوف الثاني مرة خلاص إلى بغض عذ بالله، العدو عندي أقرب منه. يقول ففي ذاك اليوم يقول أخذني ولدي وودي المستشفى طواري خلاص تعبان طواري بريدة. يقول أم دخلت طواري بريدة ولي رفيزي قدامي جاي في الطواري بعد تعبان، يقول لي هو على سرير وأنا على سرير خلاص، يقول كل منا مستسلم من الموت. لا حول. يقول فكرت قلت هالحينة أنا بموت وهو بيموت، ما أدري عاد من اللي يموت منا الأول، لكن ليش ما سامحه وليش ما يسامحني؟ علشان يقول مشكلتنا عشان طفاس دنيا أمور تافته ما تسوى. يقول ولا قوم ولا جيهم، قلت له ولدي سندني سندني بروح له. كلام أقبلت عليه، قالوا هو ينحشي حسبني أني ناوي شر لأني متواعده بشر. يقول له قال أقبلت، قال ولا ابتسم، قال أنت ابتسمت الابتسامة هذه تراها بنج خففت. يقول أنا ابتسم، قال ابتسمت، قال لي والله يوم تسنه هدى شوي، قال وجه لما قبلت عليه وصلت عنده قال فلان اليوم حنا تحت رحمة الله، أنا مريض وأنت مريض ولا أدري ندري من هو الأول اللي يموت فينا، وهالحينة نبى أنت سامح، أنا أقول الله يسامحك الدنيا وآخرة من لين تقوم الساعة، وإنسان تبى من مالي شيء فأنا من هالحينة أرسل الولد يعطيك إياه، وإنسان تبي شيء على ما الموجودين موجودين أشهدهم قبل ما أموت. يقول يا والله يوم تقول سنه سبحان الراشد على موت باردة، قال حتى قال والله حتى أنا أمسامحك دنيا وآخرة، ووره لا بيني وبينك شيء، قال أنا تعانق أنا وياه أنا أبتسي وهو يبتسي. تخيل اللحظة ذي وش هي؟ الحمد لله هذا هو. يقول تخيل اللحظة هذه، يعني هذه كم لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى لما اثنين تسامحوا من أجل الله سبحانه وتعالى. تصير صحيح. يعني تخيل بينما اثنين متخاصمين عمرهم كله ما رفعهم ولا عمل، ولو تقول هالكلام ذا احنا ما يمكن ما يصدقه، ولكن حقيقة انه ما يرفع له لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا اي عمل حتى يتوب. نص الحديث. نعم. الاعمال ترفع الاثنين والخميس الا بين اثنين بينهم خصومة. فلذلك من هذا المنبر ندعو جميع من بين خصومة، سواء من اخوان سواء من اخوات سواء من اهل سواء من جماعة من اقرباء من اصدقاء، التصالح قبل العيد. خلي يوم يجي العيد ولي والله انك انت رفيقك متصالح، لا جي العيد بادر روح سلم عليه. رجل جاء يشتكي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ان قومي يعني اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم واسيئون الي، ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ كانما تسفهم المل. ها؟ ان كان كما تقول فكانما تسفهم المل. انت بادر لا تصير يعني اعوذ بالله تساعد الشيطان، اقطع حبايل الشيطان يا مال الغنيمه. اي والله والله. روح. هذا ما اردت ان شارك فيه شيخ، واخذنا الله يوفقنا وياه، واخذنا حقيقه الوقت عنه. لا لا عادي الله يرضى عليك. تفضل يا شاعر.